العالم ما رد عليه. جلال أنا سأغادركم لبضعة أيام لقلب المعونة للسودان ضد العزار اللعين. تتمن تتمن. بالمناسبة يلعن أبو أمريكا. يلعن أبو أمريكا. وبنتك كلبي إنجلترا والحبشة. وبنتك كلبي إنجلترا والحبشة وعارف إيريا. الدنيا اللي يحرق رجليها يا رب. أخي الرعيف. من فين حتجيب مساعدة ضد العزار؟ مين اللي ممكن يساعدنا ضد العزار يا غبي غير أخونا زدام؟ الله صدام حسين الرئيس الغايد المحاصر عمر البشير. اهلا 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 الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سيادة الرئيس الدام. الله يسلمك. لكن اقول لك الحقيقة والله ما في علينا لا علينا ولا عليكم في سلامة على يام بي والله. والله انا يوم قالوا لي البشير وصل ايه قلت شلون دخل بغداد؟ والله دخلنا بغداد عن طريق الاردن الزامط. وما منعك ابو ولاعة؟ مين ده ابو ولاعة يا زول؟ الكبريتي. إيه؟ انا بعرف في خلاف بينك وبينه لكن الحقيقة الكبريتي راح اه والله ويقى مكانه عبد السلام المقالي. وانا اش دراني ما انا محاصر. والله اقول لك عاقه بيني وبينك دي والله يدور رؤساء وزراء الاردن مثل لوريل وهاردي. راح الرفيع يجي التخين يجي التخين راح الرفيع. هلا تفضل تفضل. هلا يا موسى. والله احنا قلنا لهم بالاردن احنا نريد مساعده ضد الحصار. نعم. والله يتبرعوا الجماعه الاردنيين يعني قلبهم طيب والجماعه طيبين وعاوزين يساعدوا. لكن قلنا لهم انتم ما تعرفوا بالحصار انتم مو ما عندكم خبره بالحصار بالاردن. ما احنا نريد واحد خبير بالحصار مثل اخونا سياده الرئيس صدام. افا وانا اخوك طول ما انا وراك ما حدا يقدر يحاصرك. الحقيقه ما في حدا مش محاصرنا. شلون؟ والله يا سياده الرئيس صدام محاصر السودان محاصره من اريتريا الحبشه يوغندا الولايات المتحده تقدر تقول محاصرين من الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبس؟ ايش في غير دول؟ في من تحت في من فوق. عشان هيك جينا نشوفك لانك انت خبير بالحصار. انت مسبع الحصارات. وما مرقت على مسبع الخبير الثاني القذافي؟ ولا مرقنا ما قدر يساعدنا مش سامحين له يغير بنطلونه بالليبيا والله. معليش وعذروه بعده جديد على الحصار يعني. عشان هيك انا يقاني الإلهام بالمنام. قل لي ضد الحصار مين اللي ممكن يساعدك غير صدام؟ لأنه صدام العالم كله محاصره ده خبير بالحصار وفقدان الأمان. لا احنا ما فقدنا الأمان. اللي فقد الأمان الكويت. ليه؟ خاصة بعد مباراتهم مع الأردن. أنا عندي معلومات أكيدة أن الكويت كان يفضل أنك ترجع تستحل الكويت مرة تانية ولا ينغلبوا من الاردن. اه والله مشان هيك كنا نسالك ايه نعمل بالقضيه دي يعني كيف؟ والله هذه امريكا بتلعب بذيلها وياك يا عمر. والله امريكا ما بتلعب بذيلها، امريكا بتلعب بذيلنا. شلون؟ شفت ايه عملوا بالجنيه السوداني امريكا؟ خربونا الجنيه السوداني، الجنيه السوداني واحد كان 4 دولار امريكي. الحين 1200 جنيه سوداني للدولار الواحد. والله أنا شايفه لسه غالي. طبعا أنت غلبت الجميع. 4000 دينار للدولار ده حاجة مميزة خالص. شوف إذا عرف السبب بطل العجب. أنت لو إيش حاصروك الأمريكان؟ أين الأمريكان حاصرونا لسببين. السبب الأول اللي حاصرونا مش عارف قال إنه إحنا بنساند الإرهاب وحاولنا اغتيال حبيبنا واخونا حسني مبارك. والله بهذا انا زعلان منك يا عمر. زعلان مني لانه حاولنا اغتيال حسني مبارك؟ لانه اخطيته الهدف. انا ما اخطينا الهدف ده سيارته مصفحه
والله ضربوا عليه الجماعه ضربوا عليه قوي يعني بس ما انخزقت. ايه اللي اقوله انا؟ ايه وقعتني؟ ما نعرف عن القضيه حاجه، ما اعرف عنها، ما نعرف عنها. والسبب الثاني؟ السبب الثاني طلع عندنا بترول بالسودان. لعنة الله على البترول، والله انا حاولت احرقه كله. تحرق بترول العراق ليه؟ بترول الكويت. ما انت حرقته خلاص. إيه والله بنشم فيه بالسودان. والله طلعت نار تجنن كده عبت الدنيا كلها والله. واخدنا شمه واحنا مارقين في الاردن ولا من ريح؟ لا الاردن هذا مجانا. ولا اقول لك يا زياده الرئيس، من ما طلع عندنا البترول بالسودان والبلاوي على راسنا واحد ورا الثانيه. الله يلعن البترول وساعته، سود وجهنا. اه واضح واضح. ايه الحل؟ انا عندي الحل. بس ما تقول لي نحتل الكويت مره ثانيه. ليش الكويت تحررت؟ ما عندك خبر؟ وش دراني ما انا محاصر. طيب ايه هو الحل؟ الحل نعمل جبهه اسمها جبهه الدول العربيه المحاصره. وليه نعمل جبهه الدول العربيه المحاصره؟ ما هو يعني كل العرب محاصرين. والجامعة العربية الهاملة هذه لا شغلة ولا عاملة. نسميها جامعة العرب المعصورين والمحاصرين. وما دام وحدنا الحصار نعلن الحرب. تعلن الحرب على مين؟ تعلن الحرب المرة دي على أمريكا. هو في غيرها؟ تعلن الحرب على أمريكا والكويت تقبل؟ والله هذا اللي مخوفني يا عمر. إيه اللي مخوفك؟ مساندة الكويت لأمريكا. ولا يا زيادة الرئيس أقول لك عاجة يعني إحنا السودانيين جماعة قلبنا طيب. نعم. لكن عقلنا خزق. نعم. والله إذا دلوا الجماعة ورانا كده كده كي غدا يغلبونا والاستعمار ويوغندا وكده كده 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 والله يتولع معانا. والله نحرق الدنيا كلها. والله ما نعرف نحرق أوغندا ونحرق الحبشة ونستحل القاهرة ونحرق الخرطوم ونلعن. لا ده الخرطوم بتاعنا دي. لا 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 طبعاً. لا نعرق القائل على واشنطن كمان. زين ما دامك بهالحماس أنا عندي الخطة. أنت عندك الخطة؟ نعم. إيه هي؟ أول إشي السودان لازم يحتل الحبشة لأنه مياه نهر النيل من الحبشة. طيب احتلينا الحبشة؟ تزعل مصر تحتل السودان والحبشة. ايوه بعدين؟ بعدين تزعل امريكا. تحتل مصر والسودان والحبشه. ازعل انا احرركم كلكم. اوه والله يعني. فبريد اسالك سؤال واحد. تفضل. انت محاصر، ازاي حتدخل على الحبشه؟ انا له طريق. عن طريق الكويت.